ادهم سلطان معه. ليش طايرين عم اهلكم؟ رفضا لقانون الضمان. منظمين بلدية. لكم بالتحية متابعينا، لازلنا معكم في هذه التغطية المباشرة من خلال شبكة الخليل الإعلامية وراديو الخليل، طبعا في هذه المسيرة التي تأتي رفضا لقانون الضمان الاجتماعي التي انطلقت من شارع انصارة وصولا إلى منطقة دوار المنارة كما تتابعون في هذه الأثناء. نحن معكم في إطار التغطية المباشرة دائما من خلال شبكة الخليل الإعلامية وراديو الخليل. سنرافق طبعا ونصل إلى منطقة الدوار خلال لحظات لإطلاعكم على المزيد من التفاصيل، ابقوا دائما معنا. Thank you.